والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال والتفاصيل مع ميرنا إيهاب. تفضلي ميرنا. شكرا لكما إلهام ويوسف، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. أكد وزير البترول طارق الملا أن مصر تنفذ حالياً برنامج حفر مكثف بهدف الإسراع في تحقيق اكتشافات جديدة وزيادة الإنتاج. جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول مع السفيرة الإسبانية بالقاهرة، حيث تم بحث التغيرات التي تشهدها صناعة الطاقة في ظل التحديات العالمية الحالية وجهود الاتحاد الأوروبي للتغلب على هذه التحديات وتأمين الإمدادات ودور مصر في تأمين جانب من هذه الاحتياجات. أعلنت الهيئة الحكومية للقطاع المالي الأمريكي أن مصرف جي بي مورغان سيستحوذ على بنك فيرست ريبوبليك عقب فشل مساعي إنقاذ البنك المتعثر. من جانبها قالت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية إن تدخلها في اتفاقية شراء واستحواذ مع جي بي مورغان وعدد من المؤسسات المالية يأتي لحماية المودعين ولتولي جميع الودائع وجميع أصول البنك. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط وسط مخاوف إزاء التأثير الاقتصادي لرفع أسعار الفائدة المحتمل من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي وبيانات التصنيع الصينية الضعيفة، وهبط خام برنت بنسبة 1.62% ليصل إلى 79.3 دولار للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة تقدر ب 1.81% مسجلا 75.39 دولار. كما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.44% لتصل إلى 2.34 دولار. وكذلك انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.78% لتسجل 2.36 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. فتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 منخفضاً مع إحجام المستثمرين على الرهانات الكبيرة قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي حول السياسة النقدية هذا الأسبوع، بينما زادت أسهم جي بي مورغان بعد اتفاقه على شراء معظم أصول بنك فيرست ريبوبليك. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعية بنسبة 0.5%، كما هبط المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة تقدر ب 0.6%. وكذلك استهل المؤشر ناسداك المجمع التداولات متراجعاً بنسبة 0.14%. ارتفع المؤشر نيكاي الياباني إلى أعلى مستوى له في أكثر من 8 أشهر متجاوزاً مستوى 29,000 نقطة بعد أن وصل بنك اليابان سياسته النقدية الميسرة التي دفعت الين إلى أدنى مستوى في شهرين تقريباً. وكان قطاع السكك الحديدية والخطوط الجوية الأفضل أداء من بين 33 قطاعاً صناعياً في بورصة طوكيو للأوراق المالية، إذا ارتفع كل منهما بنحو 2%. كما ارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات بأكثر من 1% وسط زيادة في قيمة المبيعات الخارجية. وارتفع المؤشر نيكاي بنسبة 0.92% في حين أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على ارتفاع 1%. انتهت أخبار الاقتصاد، والعودة إليكم مرة أخرى يوسف وإلهام. شكرا لك ميرنا.